الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطمة آذيتنا في طول نوح دائما وحنين، ومجمعي حطبا على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطرد تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها لا يا زهرة بالفضل عند الله إلا دوني، غمض عيون وشيل وساد يا ابو حسين، غربت عينا المصطفى خير النبي، غربت عينا يا ابن عمي دس باليدين، شوف يدير العين لنا ومد رجليه، وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي، خلي البواجي ذاب قلبي يا حزينة، لازم يا بنت اليوم عزيج تفقدينا، وثوب الحزن من بعد عيني بعد ما بتخلع الزهرة الثوب، ها ما بتخلع الزهرة إلى قيام صاحب الأمر، ما تخلع الزهرة، ثاب الحزن من بعد عيني بتلبسينه، منك يكسرون العدب الباب ضلع، خرت على أبوها تصيح بدمع سجاب، إن كان ضلعي يكسرونه بصاير الباب، وصل وصل كرار بي ووصل أصحاب، لا حد علي يجتري يا قرة العقل، هذا الحسن مشعوق بقلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين ياه يشم نحره،
ويناك حط فوق صدره ذلات يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطة ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعجل فرجهم يا كريم. الحديث أيها الأحبة في بعض مقامات النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم. المعرفة كما تعلمون هي السبيل إلى الاقتداء. إنسان ما تعرف كيف تقتدي به، فكلما زادت معرفة الإنسان بهذا الشخص اقتدى به على أكمل وجه. هذا من جانب. من جانب آخر، معرفة النبي صلى الله عليه وآله، معرفة الأئمة، معرفة الله عز وجل، كل هذا إلى ثواب وإلى ثمن. حتى بعض الروايات التي تتحدث عن ثواب الزيارة، عندنا روايات تقول ثواب الزيارة مثلاً 500,000، ثواب هالزيارة 100,000. ليش؟ أنا أروح وياك في نفس الرحلة، في نفس الزيارة، أدخل وياك في نفس الوقت ونقرأ نفس الزيارة، لكن ثوابك أنت أحسن من ثوابي. ليش؟ لأن معرفتك بنبيك أفضل. وأكو تصريح عندنا في الروايات: من زاره عارفاً بحقه. لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله أكل بعض يأخذ إلى طرق فلسفية، آخرون يروحون إلى طرق عرفانية، البعض يطرق أبواب صوفية وهكذا. لكن المعرفة الأمثل والأكمل قطعا هي استنطاق القرآن الكريم. ماذا قال الله تبارك وتعالى عن نبيه؟ كيف وصفه؟ كيف وصف مقامه ومنزلته؟ هذه المعرفة الأمثل. يعني هذه الآية المباركة التي بدأنا بها هذا المجلس، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه الآية، هذه الآية فيها تصريح وتأكيد أن من يقوم بهذا الفعل، أول من يفعل هذا الفعل ويقوم بهذا الفعل، هو رب الكون بعظمته. الله عز وجل هو أول من يصلي على نبيه. وقطعا أن من بيده الكون والأفلاك، المتحكم في كل شيء، إذا فعل فعلا، إذا أمر بأمر، كل ما تحت يديه يتناسق مع فعله. يقول: والملائكة تصلي عليه. الملائكة المقربون، الملائكة
حتى الموكلون بإدارة هذه الدنيا، الحاملات، الذاريات وغيرهم، الموكلون بالرياح، الموكلون بالأمطار، الموكلون بالأرزاق بإذن الله تبارك وتعالى، كلهم ينسجمون مع هذا الفعل. فالقسم الأول في هذه الآية أن الكون بربه، بملائكته، بأجرامه، كل ما في عالم التكوين يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يبقى عندنا مخلوق واحد وهو الإنسان الذي يملك إرادة واختيار، يحتاج إلى أمر مباشر، قبل ما قبل بكيف عاد هو عنده إرادة واختيار. فجاء الأمر الإلهي إلى هذا الإنسان: يا أيها الذين آمنوا، حتى يتنسجمون مع الكون كله، لا صلوا عليه. يقول خلاص أنتم بعد مأمورين بالصلاة عليه. فيبقى هذا الإنسان. القرآن الكريم يمكن يقول البعض فيه إشارات إلى الصلاة، صحيح كلمة الصلاة وردت في القرآن الكريم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بس بنفس المعنى الوارد في هذه الآية لا نبي لا مرسل أبدا أبدا لم يرد هذا المعنى إلا في نبينا صلى الله عليه وآله. آية ثانية بعد يقول موجود: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وارد هالمعنى، بس الفرق بين السماء والأرض. الله عز وجل برحمته يصلي على الإنسان اللي عنده شك في العقيدة، اللي عنده مشكلة في العقيدة، اللي عنده رجرجة في العقيدة، حتى يثبته على هذه العقيدة. هذا إنسان الله بيخرجه من الظلمة إلى النور. هذه الصلاة من غير شرط، من غير قيد، أبدا أبدا، دائمة متواصلة مستمرة، صلاة من قبل الله تبارك وتعالى، رفعة لمقام نبيه. أما هذا يخرج من الظلمة إلى النور، هذا واحد. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. البعض لما يخرجون الحقوق من أموالهم، المال عدل الروح، خصوصا كل ما زادت أموال الإنسان طلوعها من عنده هذا صعب أكثر وأكثر. بعد هذا الفقير المنتف المحلوس لو طلع إليه كم دينار دفع وانتهى الموضوع. في رواية النبي صلى الله عليه وآله يقول لك المال عدل الروح. سمعنا من بعض التجار هم يقولون إذا إحنا إجت السنة الخمسية حقوقنا ما نطلعها، أقول لهم خلوني في المكتب وقفلوا علي من برا بعد مو من الداخل، وانتم نصرفوا عاد. وإلا إذا شفت أموالي تقولوا لي هذا هل قد طلعنا يمكن أموت. فإذا طلع الأموال يصير عنده رجرجة، يمكن يقول خلوني خلاص ما أبغي هالإسلام، كل يوم بس تعالوا طلع أموالك، هذه أموالي تعب عليها شقا ليال. تعرف الإنسان ويا المال بعد. واحد من تجار المدينة صارت اللي هو زكاة أمواله حال الحول، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: يا فلان زكاة أموالك وين هي؟ تاجر تمور هو. فإجى إلى المخازن اللي عنده، فتح المخزن الأول تمر درجة أولى يلمع، قال هذا لو أطلع أموت أنا، صكوا هالباب صكوا. إجى إلى المخزن الثاني تمور درجة وسط، يعني قاعد يفكر يقول بس الناس الطبقة العاملة المساكين يشترون يدورون هالتمر هذا على قد حالهم، بعد هذا ببيعه في السوق أنا، خلوا هالمخزن معه. تعالوا إلى المخزن الثالث، فتح المخزن الثالث فيه الخراب إلا ماكو فائدة فيه، يجيبون في هذا المخزن حتى يعطون البهائم أجلكم الله، ماكو فائدة منه، تمرة ما فيها حتى شيرة، ما أدري شو يسمونها التجار التمر هاي التمرة اللي ماكو فائدة منها، محشفة ما أدري شو يسموها، إيه تعرفها أبو زينب. فقال يلا هذا شيلوا إلى النبي، جمعوا وجابوا كم زبيل وحطوها عند النبي صلى الله عليه وآله. قام النبي يقلب في تلك التمرة من التمور، يقلبها يمين وشمال، هذا لو يأكلها واحد خلاص، بعد لو يشرب إليه جيق ما تروح يموت يعني، توقف في حلقة ما فيها شيرة. قال لو أراد هذا أن يهدي والده هدية أيهديه هذه التمرة؟ هذه موسى تقع
بيد الله تبارك، لن تنالوا البر حتى مما تحبون، مو مما تكرهون. فعلى أي حال فهؤلاء عندهم رجرجة في العقيدة، دفعوا أموال، الله عز وجل يقول لي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، شتان بين السماء والأرض. المعنى هذه واحد. اثنين، علماءنا يقولون القرآن الكريم إذا أراد مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله يخاطبه بخطاب التكريم والاحترام والإجلال والتقدير. تقرون القرآن، الله لما يريد يخاطب النبي شي يقول إليه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى آخر الآية. يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يخاطبه بهالعنوان. حتى إحنا على مستوانا إذا واحد عنده شهادة علمية، طبيب مثلا أو عالم، شيخ مثلا، معمم، يطوف عليك في الطريق تقول له ها فلان شو أخبارك، هذه يعتبرونها إهانة يعني، تعال جعفر حسن. حتى على حتى إحنا بعد بعضهم مساكين يشيب يغزر الشيب رأسه بعد هو ينادونه باسمه، وبعضهم لا بعد بعض الناس ها ما ينادي بعد باسمه، يحور الاسم بعد مرة واحدة. فقيره مسكين ولده راح يتزوج عنده أولاد صار عنده أحفاد وللحين ما حد ينادي بأبي فلان. فشوفه في الطريق أنت إذا شفت عالم تقول له ها فلان شخبارك، لو تقول له جناب الشيخ جناب العالم مولانا، تقدير فيها لازم، جناب الدكتور جناب الطبيب. الله عز وجل في القرآن الكريم يتعامل مع نبيه صلى الله عليه وآله بهذا التعامل وبهذا النداء. مع بقية الأنبياء شي يقول لهم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وما تلك بيمينك يا موسى بالاسم المجرد، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. اجي إلى النبي يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، تقدير صحيح في مواضع العقيدة يحتاج لها تعيين حتى البال ما يروح إلى واحد ثاني بعد. ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، لازم يحدد الاسم. أنت في الأذان وأشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا رسول، لازم تحدد الاسم، ما تقول أشهد أن النبي، منو هذا النبي بيقولون إليك. التشهد اللي هو واجب عند كل المسلمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما يصير يقول وأشهد أن النبي وأشهد أن منو هذا الرسول، حدد يا مولاي، هذا موضع من مواضع العقيدة الاعتقاد. فهذا يأتي الاسم فيه. بعد عندنا ملاحظة تبعث على الاستغراب والتعجب، إنسان مخلوق عبد لله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وآله، وأشهد أن محمدا عبده عبد لله تبارك وتعالى، لكن نشوف الله تبارك وتعالى يشركه في فعله، عبد مخلوق الله يشرك في فعله. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ما يقول فكأنما أطاع الله، لا توكيد، يقول طاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى. الذين يبايعونك، نعم يبايعون من؟ الله تبارك وتعالى، بيعتهم لك هي بيعة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة إلى الله هي محبة النبي، طاعة الله هي طاعة النبي صلى الله عليه وآله. وبعدين بعد القرآن الكريم يوضح بعضا بعد، يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا، خلاص بعد، فيشركه في فعله. هذا النبي العظيم، تأخذ هالآيات كلها اللي واردة في القرآن الكريم، إنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكلها آيات محكمات محكمات. هالآية تجيك آية عندما تغلق علينا الآيات،
يصير عندك شك في الآيات، عبس وتولى، يجي يقول لك مفسر هو النبي صلى الله عليه وآله، نقول له لا يا مولاي، هذا يقول العظيم الله عز وجل، العظيم يصفه بالخلق العظيم، بس بعد ما يحتاج تفصل بعد. إذا الله يقول عن خلق هذا عظيم تقول لي عبس وتولى، هذا ما يعني، هذا عند خلق، يعني يروون في الروايات يقولون واحد إعرابي دخل إلى المدينة سأل وين النبي صلى الله عليه وآله، قالوا إلى مع أصحابه في المسجد، فإجى إلى المسجد طالع يمين شمال يبغي واحد مميز، ماكو ملازم الرئيس، رئيس العشيرة، رئيس القبيلة، رئيس الدولة، يخلون إليه كرسي مختلف عن البقية، هذا اللي عهدنا إحنا. النبي صلى الله عليه وآله يجلس وين ما ينتهي المجلس يجلس هو، مو مثلي أنا إذا دخلت من المجلس من هذا الباب أطالع، ما قام إلي أستاذ جعفر أبو زينب وينه، وين اللي يقوم وين اللي أطالع كذي الإنسان مشكلة. قال أيكم محمد أنتون، وين هذا وينه، كان كمثلنا يقولون. قالوا إلى ذاك شوف اللي جالس في هذا المكان، قال هذا نبيكم اللي صار حديث العالم كله، الجزيرة العربية كلها تحكي عنه. قالوا بلى روح إليه. فعندما وقف بإزاء النبي صلى الله عليه وآله أخذته هيبة النبوة، قام يرتجف من قرن إلى قدم، يرتعش المسكين يبغي يحكي كلمة ما قدر. قال النبي هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني أنا واحد منكم، أنا واحد مثلكم، يقول إلى النبي. هذا لو قال إلي أنا النبي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يمكن يموت مسكين. فتواضع، تقول إلي عبس وتولى ليغفر لك ما تقدم. لا، النبي ما عنده ذنوب يا مولاي، ما عنده ذنوب، الذي يصلي عليه رب الكون وعالم التكوين والملائكة والناس كلهم مأمورين من قبل الله عز وجل أن يصلوا عليه صلاة دائمة مستمرة، هذا تقول لي عند ذنوب؟ لا يا مولاي، بس الأمة ما تعرف قدره. يقف واحد على الناس وهم يطوفون حول قبر النبي، كانوا يطوفون حول القبر، مسألة حرمة الزيارة وهاي الأمور كلها، ترى حديثة مو قديمة، يشوفهم يطوفون. قال ما بال هؤلاء يطوفون حول هذه الأعواد والرمة البالية، ترى عندهم النبي خلاص، هو نفسه ما ينفعها، ليش تتوسلون به؟ مو الرحمة اللي عندنا احنا يسمونها الأمة المرحومة، يعني ليش؟ يعني مو لأجل النبي صلى الله عليه وآله، الأمة المرحومة يسمونكم ليش؟ رفع العذاب من الدنيا وأجل، كل الأمم عذبت في الدنيا إلا هذه الأمة. قالوا ليش؟ لأن إحنا أفضل من الأمم. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما بعدين بعد النبي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. كل الأمم ظلت ترى، يقول لو دخلت أمة بني إسرائيل جحر ضب لدخلتم، بس يا حيف احنا ترى هالأمة أعطيت الإذن، الله عز وجل أذن لنبيه أن يعطي الأمة كتابا ضمان بعدم الضلال، كرامة إلى النبي، لما يقول لهم أتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا، ترى هذا ضمان من عدم الضلال. بس خسرنا يا مولا، تشتتت الأمة يمين شمال، تقول إلي كفانا كتاب الله، كفانا كتاب الله، كتاب الله ما كفانا يا مولاي، هو كتاب مقدس معصوم لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. بس الأمة الآن تشوفونها أنتم متفرقة لو على كلمة واحدة، متفرقة الأمة. أبسط أمورنا صلاتنا، صلاتنا الوضوء واجب، مقدمة الواجب واجبة، الأمة كلها تدخل إلى صلاتها بوضوء واحد، لو شلون قد طريقة الأمة؟ لا لا، اختلفت الأمة. فما كفانا كتاب الله، هو يقول اليوم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، القانون والترجمان، عندنا ترجمان القرآن الكريم هم أهل البيت عليهم السلام، تركوا عدل القرآن الكريم، فهذه النتيجة، هذه النتيجة. ابن عباس يقول
يقول الرزية، هاي الرزية ما بعد هذه الرزية رزية. يقول آخر حياة النبي كان ينادي المرء يكرم في ولده، لما تشوفون واحد يمشي يمكن توقفون إجلال إليه، مو إليه هو، أبوه إليه مآثر، جدة أيادي بيضاء عند على المجتمع، فالمرء يكرم في ولده. هذه العرب عندهم. أوصيكم بولدي خيرا، يقول لهم فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من آذاها في حياتي كمن آذاها في مماتي. الله الله في فاطمة، الله الله في الحسن والحسين. على فراش الموت اليوم النبي صلى الله عليه وسلم جال بعينيه في أصحابه واحد بعد واحد، قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. وإذا بالكلمة تخترق مسامع النبي، ويا لها من كلمة، دعوه إن النبي يهجر. بعض المؤرخين يقول غلبه الوجع، أخشي عليه. أنت لو واحد عند أبو على فراش الموت يقول إلي أبغي أوصيكم، يقول لا ما نبغي وصيتك، ما يقبلونها الناس، ما يقبلونها الناس. يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، تحمل البلاء، تحمل بلاء هذه الأمة، كادوا أن يقتلوه في أكثر من موقف، العقبة وغير العقبة، هو متحمل الأمة، يعرف المنافقين بأسمائهم. أغشي على النبي من هول الكلمة، ارتفعت الأصوات عند هذا يقول هاتوا له ما يريد، ذاك يقول القول ما قال فلان، صارت البلبلة عند النبي. ولا ينبغي عند نبي تنازع، فتح عينه قال اخرجوا من عندي، اخرجوا. قالوا إلى ما تريد نجيب إليك ما طلبت، قال أبعد الذي قلتم؟ فلا فلا، خلاص اطلعوا. خرجوا واحد من بعد الآخر، آخر واحد بيغلق الباب على النبي أمير المؤمنين، التفت إليه النبي علي أمير المؤمنين، قال لبيك يا حبيبي، قال أما أنت فإلي. اغلق الباب يا علي، هذا وقت الوصية. أغلق أمير المؤمنين الباب، جلس عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، أجال عينيه في عيني أمير المؤمنين طويلا، قال يا علي عليك بالصبر من بعدي. قال أصبر يا رسول الله، أصبر لصبرك يا رسول الله. قال يا علي ينهب حقك فعليك بالصبر، تظلم يا علي فعليك بالصبر، تخذل يا أمير المؤمنين فعليك بالصبر. يا علي يا علي اصبر، إذا رأيت فاطمة تعصر بين الباب والجدار. يا علي اصبر، إذا احمرت عينها من اللطمة وأسقط جنينها وكسرت أضلاعها، شال العمامة وقام يتمايل من البكاء. يا رسول الله وكيف أصبر على هذه المصيبة؟ قال يا علي اصبر، يا أمير المؤمنين الإسلام يعتمد على صبرك يا أمير المؤمنين.
قال أصبر لصبرك يا رسول الله، بس عندي طلب واحد. إيش هالطلب يا علي؟ قال قل لابنتك إذا عصرت وإذا لطمت وإذا أسقط جنينها لا تنادي يا علي. ما أقدر ترى أموت يا رسول الله. أسألك بالله أنت سامع، سامع خطيب يقول الزهرة لما عصرت نادت يا علي؟ ما قالت يا علي. إيش قالت الزهرة؟ إيش قالت الزهرة؟ أوديك أوديك إلى هالأبيات حتى تسمع نداء الزهرة وأرجعك إلى المصطفى. إيش نادت فاطمة خلف الباب والجدار تبكي وتأن؟ تقول تعالي لي يا فضة لاحقني، والله تلاحقني على الأعتاب خر من جنيني. تعالي سامحني، تعالي تعالي تعرفي هل رفسني، والله هل رفسني ترى ضلعين كسرهن ببطني. أجركم الله بينما هما كذلك فتح الباب، دخلت فاطمة وفي يديها حسن وحسين، شافوا جدهم على فراش الموت رأسه بين يدي أمير المؤمنين. فر الحسنان من أمهما كل واحد ألقى بنفسه على جد وجد. أما فاطمة إجت عند راسه قبلتهما بين عينيه، رشت دموعها صبت على وجهه كرش المطر، فتح عينيه في وجه ابنته. فاطمة بنية مد إيده يمسح دموع الزهراء، بنية فاطمة بنية يقلها لا تبكين يا زهرة ترى ونكي آذيني. يا علي يا علي، وداع وداع بين النبي وبين فاطمة، وقاعد يوصف إليها العزيزة شلون بتضيع من بعد عيونه. لا تبكين يا زهرة ترى ونكي آذيني، إلك عصرة وإلك لطمة على عيونك بعد عيني، والله وإلك مسمار يشق صدرك يآذيك ويآذيني، وإلك ضلعين خلف الباب يم الحسن تتكسر. يقلها بتعيشين مظلومة ومنك ينغصب حقك ويعصرونك بصير الباب ويطيحون الحمل منك. أوالي ومن نزف الدماء يا حف يا زهرة ينخطف لونك وتشوفين باب الدار بالنيران يتوجه. وعلي وش بيسوي يا أبويا؟ وأمير المؤمنين وش بيسوي يا أبويا؟ قال انتين بتكسرين ظهره يا زهراء. يقلها بتخلين داح الباب، اسمع، بتخلين داح الباب ينحب ساعة التغسيل، كل ما صب عليك الماي من صدرك دموم تسيل. بتموتين مظلومة وشيعونك بنص الليل، وبتخلين قلب حسين وقلب الحسن يتفطى. أجركم الله
أحسن الله لكم العزاء. أغشي على النبي طرق الباب مرة طرق الباب أخرى. أهل البيت مشغولين بالوداع وأكو واحد قاعد يطرق الباب. طرقه مرة مرة اثنتان ثلاث ما حد قام فتح إلى الباب. فتح النبي عينه زهراء قومي وافتح الباب. اعلمي أن من على الباب لا توقفه الحجاب ولا تمنعه الأبواب. وإنما يستأذن كرامة لأبيك يا فاطمة. أبا من هذا الواقف على الباب؟ قال هذا المفرق بين الأحباب. هذا منغص اللذات، هذا ملك الموت جاء ليقبض روح أبيك يا فاطمة. لطمت على رأسها على صدرها منادية وأبتاه وضيعتاه من بعدك. يقولوا لن واحد على الباب يتخفى بكلام. يلا ودع ودع يا مولاي. ولن واحد على الباب يتخفى بكلام. ينادي عليهم يا أهل بيت الإمام. بالله ادخلون على المظلل بالغمامة. أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. نادى النبي قومي يا زهرة وافتح الباب. هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب. يم الحسن هذا المفرق بين أحباب. بس هالله هالله عقب عين بحسن وحسن. دخل ملك الموت. السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد. العلي الأعلى يقرئك السلام، يخصك بالتحية والإكرام، وهو يخيرك بين المكوث في هذه الدنيا أو الرحيل عنها. فانظر ما ترى يا رسول الله، واعلم أنه لم يخير نبي ولا وصي من قبلك، ولا ينبغي ذلك لأحد من بعدك. هذا بس إليك خاص يا رسول الله. قال أخي يا ملك الموت، أمهلني قليلا حتى يهبط حبيبي جبرائيل. قال سمعا وطاعة، حبا وكرامة. وارتقى ملك الموت إلى السماء. يعني ما قعد عند النبي ينتظر جبرائيل حتى ينزل، لأن ملك الموت يشوف الحسن والحسين لاذا بأمهما فاطمة، وزينب ترتعش بين يديها، والزهرة كل ما شافت ملك الموت عند رأس النبي قامت تلطم على رأسها. ما حب يأذي أهل البيت. ارتقى إلى السماء، التقى بجبرائيل. أخي يا ملك الموت، هل قبضت روح حبيبي؟ قال لا يا جبرائيل، إنه ينتظر نزولك إلى عالم الدنيا ليرى ما تقول في أمر تخييره بالبقاء أو الرحيل. قال أخي يا ملك الموت، ألا ترى السماوات وقد فتحت أبوابها، والجنان قد زخرفت، وحور العين قد تزينت لاستقبال روح حبيبي. هلم معي. نزل معه إلى الدنيا. التفت النبي إلى جبرائيل. أخي جبرائيل، هذا ملك الموت يخيرني بالبقاء أو الرحيل، فما أنت قائل؟ قال يا حبيبي، يا رسول الله، لو اطلعت على ما أعده الله إليك. قوم وشوف السماوات وقد تفتحت أبوابها، الجنان مزينة، حور العين تتهيأ لاستقبال روحك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. التفت إلى ملك الموت. أخي يا ملك الموت، اشرع في أمري ربك.
يديك وأنت يا علي خذ رأسي بين يديك، وإذا فاضت روحي فامسح بها وجهك. آجركم الله ملك الموت شرع في قبض روحي ورأسه بين يدي أمير المؤمنين، مد للموت رجليه فر الحسنان، كل واحد ألقى بنفسه على صدره ضمهما إلى صدره، أراد علي أن يرفعهما عن، قال دعهما يا علي دعهما يتزودان من جديما، فإنهما سيلقيان بعدي بلاء عظيما. أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم يا مؤمنون، عظم الله لكم الأجر، ملك الموت قابض على روحه ورأسه بين يدي أمير المؤمنين، الحسنان على صدره، فاطمة عند قدمه. صاح يا ملك الموت، يا ملك الموت شدد في قبض روحي وسهل ويسر على أمتي من بعدي. مد للموت رجليه أسبل يديه أغمض عينيه وفاضت روحه المقدسة. أيوة نبي أين المعزون؟ اليوم وفاة النبي ضجة عدنا، اليوم مواكب تنتظر تطلع، اليوم الناس على بيوتها على باب البيبان لابسين السواد، اليوم كل أم تهيئ أولادها تلبسهم السواد تقول تعالوا واسوا الزهرة اليوم، اليوم تضيع فاطمة بس ليلة واحدة، يهجمون عليها ويعصرونها وراء الباب. نبغي نلطم بعد، مأجورين مأجورين نلطم، ما عندكم موكب خلينا نلطم على الأقل احنا داخل المآتم. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية للمغتسل ممدود يا خير. إيه لطمة حزينة ويا الزهرة حزينة، واحدة بس أبغي واحدة. يا مرتضى اكشف لي علي والي وجماله، شيل الجفن عن غرته تودعه اشبال، ويلي هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحالة، هذا الشهيد حسيني عبر تجارية. يعني يلي تغسل والدي وانا لعمامة، فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة، قبل التشيلة خلهت ودعا اليتامى، منا بعد ما نرتجي للبيت جاي،
منا بعد ما نرتجي للبيت جي. يا علي يا علي مأجور مأجور. يا اللي تقلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهون اشتب الماء طول على المغسل شعبني فتات حشاي ممرود قلبي وموحشة دنيا علي ممرود قلبي وموحشة دنيا إيه الطم الطم مأجور مأجور. الله يعودك إن شاء الله حال أحسن من هالحال. يا اللي تحفرون القبر واسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته سفروا أجفانه ولي على عز راح عنا ولا لفانا هاتي بعد تصير عيشتنا هني هاتي بعد تصير عيشتنا. إيه هذا البيت ما أبغيكم تلطمون فيه لأنه يبين لك حسرة الزهرة على أبوها اللي تفقد أبوه. هذا مو أي أبو هذا النبي هذا العز خيمة الزهرة. قالت يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه يلي تهيلون الثرى دفنوني ويا أني ما أقدر أشوف البيت خالي من محيا قشران ترى يتصير عيشتنا بليا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا.